ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل آلة الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يقال كل مجتهد في أصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والنصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال: ليس كل مجتهد مصيب، قول النبي عليه السلام إلى آخره. طيب، الآن المؤلف رحمه الله تقدم الكلام عن شروط الاجتهاد، والآن شروط المجتهد، والآن المؤلف رحمه الله تكلم عن الاجتهاد، لما تكلم عن المجتهد وتكلم عن المفتي والمستفتي وتكلم أيضا عن المقلد والتقليد، الآن المؤلف رحمه الله تكلم عن الاجتهاد. والاجتهاد في اللغة بذل الجهد، نعم بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر ما. نقول الاجتهاد في اللغة بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر ما. وأما في الاصطلاح، فهو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية. نقول بذل الجهد أو الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. بذل الجهد والوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. وتقدم لنا شروط المجتهد. طيب، حكم الاجتهاد. نقول حكم الاجتهاد، الاجتهاد من حيث العموم حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، لأن المسلمين بحاجة إليه لإلحاق النظائر بنظائرها. بالنسبة للنوازل بحاجة المسلمون بحاجة إلى مجتهدين، فينظرون في الحوادث والنوازل تنزل ويلحقونها بنظائرها وما دلت عليه الأدلة الشرعية. هذا من حيث الجملة يقول بأنه فرض كفاية. ويكون الاجتهاد فرض عين، يكون الاجتهاد فرض عين في حالتين. الحالة الأولى يكون الاجتهاد فرض عين اجتهاده في حق نفسه، فيما نزل به، اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به، فلا يجوز له أن يقلد غيره إلا كما تقدم لنا. إذا عجز عن اجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة أو لعدم ظهور الدليل أو لضيق الوقت ونحو ذلك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه ولم يوجد إلا هو. الحالة الثانية اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه ذلك، ولم يوجد إلا هو، أو ضاق وقت الحادثة، فيجب عليه الاجتهاد على الفور لأنه يؤدي إلى تأخير البيان. أقول الحالة الثانية في حق غيره إذا لم يوجد إلا هذا المجتهد فيجب عليه الاجتهاد. كذلك أيضا إذا ضاق وقت الحادثة، حادثة وقتها الآن ضيق، مثلا الاجتهاد في أمر من أمور الصلاة ولا بد من أحد يفتي الآن في هذه المسألة، ولا يمكن أن يؤخر إلى أن يفتي فيها فلان أو غير فلان، لا بد أن ينظر في هذا المجتهد، الوقت الآن ضاق، فنقول هنا يجب عليه على الفور لأن التأخير يؤدي إلى تأخير به. فأصبح يجب الاجتهاد فرض عين في هاتين الحالتين، ويجب فرض كفاية من حيث العموم. طيب، يحرم الاجتهاد، أو نقول قبل ذلك يندب يستحب. متى يكون الاجتهاد مستحبا؟ نقول يكون الاجتهاد مستحبا في حالتين، الحالة الأولى أو ثلاث حالات. الحالة الأولى
هات الأولى إذا لم تقع الواقعة ولم تنزل النازلة. النازلة حتى الآن ما وقعت، فيجتهد المجتهد في بيان حكمها، نعم، لكي يسبق إلى معرفة حكمها، فنقول هذا جائز، لكن يقيد ذلك بما إذا كانت الحادثة ممكنة تقع، يعني وقوعها ممكن. أما إذا كان وقوعها غير ممكن فهذا يعني هذا من العبث وضاعة الوقت. الحالة الثانية أن يسأل عن الحادثة قبل وقوعها، يسأل عن الحادثة قبل وقوعها، نعم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يجتهد، ويقيد بما تقدم أن يكون ماذا؟ تكون ممكن الوقوع. الحالة الثالثة إذا قام غيره بالاجتهاد، فإنه كما تقدم لنا أن الاجتهاد من حيث العموم حكمه فارتفع، إذا قام به من يكفي أصبح في حق الباقين سنة. طيب متى يحرم الاجتهاد؟ ها؟ كيف؟ الحالة الثالثة، الثانية أن يسأل عن النازلة قبل وقوعها، أن يسأل عن النازلة قبل وقوعها. طيب متى يحرم الاجتهاد؟ نقول الاجتهاد يحرم إذا خالف النص الشرعي، نعم، نص شرعي قاطع أو إجماع، ما يجتهد بذلك، نعم، إذا خالف النص الشرعي أو الإجماع، إجماع المسلمين، فإنه ليس له أن يجتهد. الحالة الثانية أن يكون الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، أن يكون الاجتهاد ممن لم توفر فيه شروط الاجتهاد. طيب مسألة أخرى تتعلق بالاجتهاد، تجزئة في الاجتهاد، هل يجوز تجزئة في الاجتهاد أو لا يجوز؟ هذا موضع خلاف، وجمهور الأصوليين على أنه يجوز تجزئة في الاجتهاد، فيصح أن يكون الإنسان مجتهد في الفرائض وهو ما يعرف أحكام المعاملات أو أحكام العبادات، ويصح مثلا يكون مجتهد في باب سنن السهو، يعني نظر في الأدلة، نظر في دلالات دلالات الألفاظ وغير ذلك، يصح أن يكون مجتهد في هذه الجزئية. فالصحيح أن الاجتهاد يجوز ماذا؟ ها؟ يجوز تجزئته، لأننا لو قلنا بأن الاجتهاد لا يجوز تجزئته، نعم، لا، لازم بذلك العسر، لازم بذلك العسر، لأنه قد يتعذر أن نجد إنسان مجتهد مطلق، يعني في الفقه، في وصول الفقه، في الحديث، في إلى آخره، هذا قد يتعذر، قد يتعذر، فيصح أن يكون هناك مجتهد في مصطلح الحديث وفي وصول الفقه وفي الفقه وإلى آخره، ونقول الصحيح أنه يصح تجزئته. ومن أدلة على ذلك أنه يجوز تجزئته ما ذكرنا، وأيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توقفوا في بعض المسائل، توقفوا في بعض المسائل، يعني أكثر في بعض المسائل توقفوا في بعض المسائل، فهذا يدل على أنه ليس مجتهدا مطلقا، وأنه يفتي في بعض المسائل ويتوقف في بعض المسائل. طيب أيضا المسائل إذا تعارض عند المجتهد دليلان، نعم، إذا تعارض عند المجتهد دليلان فهذا جمهور الأصوليين على أنه يجب عليه أن يتوقف، إذا تعارض عنده دليلان يجب عليه أن يتوقف. فقد تقدم لنا أنه يقلد، أن يتكافؤ الأدلة، أو إذا لم يظهر له الدليل، أو ها إذا لم يظهر له الدليل، أو أن يتكافؤ الأدلة، ها، أو ضاق الوقت، نعم صح، أو ضاق الوقت. قال المؤلف رحمه الله: فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر اجتهد في الفروع فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ظاهر، نعم، ظاهر. إذا اجتهد الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب،
هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ نعم، هل كل مجتهد في الفروع مصيب أو نقول ليس كذلك؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين وبين أهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول يعني الرأي الأول أنه ليس كل مجتهد مصيب، يعني الرأي الأول أنه ليس كل مجتهد مصيب، لكن الإنسان إذا كانت فيه آلة الاجتهاد، إذا كانت الإنسان فيه آلة الاجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد ومن عداه مخطئ، المصيب واحد، ولقد اجتهد خمسة، ما نقول كل مجتهد مصيب، بل الذي أصاب الحق عند الله عز وجل واحد، إما التحريم أو الاستحباب أو الندب أو الكراهة أو الرباع، الذي أصاب الحق عند الله عز وجل واحد، ومن عداه فهو مخطئ. لكن هل يؤجر أو لا يؤجر؟ نقول إذا لم يقصر في اجتهاده فله أجر واحد، وإن قصر فلا يؤجر، نعم، وإن قصر في الاجتهاد فلا يؤجر. نعم، لا يؤجر. ويأثم إن قصر في الاجتهاد فإنه لا يؤجر ولا ويأثم. وهذا قول جمهور الأصوليين أن المصيبة واحد ومن عداه مخطئ، لأن الحق واحد لا يمكن يتعدد عند الله عز وجل، الحق لا يمكن أن يتعدد عند الله عز وجل، فالحق عند الله عز وجل واحد، أصابه أحد المجتهدين وأخطأه الباقي. الرأي الثاني أن كل مجتهد مصيب، نعم، أن كل مجتهد مصيب، وهذا قول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والصحيح فيما تقدم، نعم، الصحيح فيما تقدم هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأنه ليس كل مجتهد مصيب، بل مصيب واحد ومن عداه مخطئ، لأنه يعني كما تقدم لنا أن الحق واحد، الحق واحد وليس، نعم، وليس متعددا. ويدل ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم يصيب وقسم يخطئ، قسم يصيب وقسم يخطئ. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله إلى الاجتهاد في، قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والنصارى والمجوس والكفار المحلين. يعني هذا الخلاف إنما هو في أي شيء؟ في الفروع بس، أما في الأصول ما يقول، ما نقول هذا، نقول كل مجتهد في الأصول مصيب، يؤدي ذلك إلى تصويب النصارى وأهل الضلال، يعني هم الآن هم مخطئون، لكن إذا قلنا إذا اجتهدوا الآن وأخطأوا قلنا أيضا لأنهم مصيبون، يؤدي ذلك كما قال المؤلف رحمه الله، قال يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والنصارى من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد وصوبه، هذا الدليل ظاهر، استدلال المؤلف رحمه الله ظاهر. بقينا في مسألة أخيرة تتعلق بالاجتهاد، وهي أقسام الاجتهاد، أقسام الاجتهاد. ونقول الاجتهاد ينقسم إلى أقسام، القسم الأول بالنظر إلى أهله، نقول الاجتهاد بالنظر إلى أهله ينقسم إلى قسمين، بالنظر إلى أهله ينقسم إلى قسمين، القسم الأول اجتهاد مطلق، نعم، اجتهاد أو مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، وهذا المجتهد المطلق
هو العالم بالكتاب والسنة كما تقدم، توفر فيه شروط الاجتهاد، العالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة إلى آخره، إما توفر فيه شروط الاجتهاد، فهو يجتهد في النوازل، يجتهد في النوازل لموافقة الشرع. والثاني مجتهد مقيد، نعم مجتهد مقيد، إما في مذهب من ائتم به، يعني مجتهد في مذهب من ائتم به في معرفة فتاوى، في معرفة فتاويه، وأيضا في معرفة أقواله ومآخذ هذه الفتاوى ومآخذ هذه الأقوال وأصولها، ويتمكن من تخريج الفروع على هذه الأصول، لما يتمكن من تخريج هذه الفروع على هذه الأصول. فهذه يسمى ماذا؟ مجتهد، يعني مقيد. مجتهد مقيد، لكن هذا المجتهد لا يقلد إمامه، هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، يعرف أقواله وأصوله، وأيضا يعرف مأخذ هذه الأقوال ومأخذ هذه الأصول، ويتمكن أيضا أن يخرج على هيها، لكنه لا يقلد إمامه. نعم لا يقلد إمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لا يقلد إمامه لا في الحكم ولا في الدليل. القسم الثالث مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه، مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه، يعني ينتسب إلى إمام من الأئمة ويقرر مذهبه بالدليل، عارف لمذهب إمامه ولأقواله وفتاويه وأصول هذه الأقوال ومآخذها ويقررها بالدليل ولا يتعداها، لا يتعداها، نعم لا يتعدى نصوص إمامه، فهو يعرف مذهب إمامه ويقرره ويتقنه وأقواله وفتاويه ومآخذه وأصوله ويقرره بالدليل، ويمكن أن يخرج عليه، لكنه لا يتعدى ما ذهب إليه إمامه، ما ذهب إليه إمامه لا يتعدى. طيب القسم الثاني من أقسام الاجتهاد من حيث استيعابه للمسائل وعدمها، فالقسم الأول، نعم القسم الأول، وقلنا الحقيقة القسم الأول بالنظر إلى أهله قلنا مطلق مقيد مطلق، وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، واجتهد في النوازل إلى آخره. القسم الثاني يعني أيضا من حيث استيعابه للمسائل وعدمها، أيضا ينقسم إلى مطلق ومقيد. مطلق مجتهد يمكنه أن ينظر في جميع المسائل، يعني مجتهد يمكنه أن ينظر في جميع المسائل. مقيد يعني أو جزئي مجتهد ينظر في بعض المسائل أو في باب من أبواب المسائل، يعني ينظر في بعض المسائل أو في باب من أبواب المسائل. أيضا القسم الثالث مجتهد بالنسبة للنظر إلى العلة، يعني بالنسبة للنظر إلى العلة، وهذا تقدم الكلام عليه في باب القياس، نعم بالنسبة للنظر إلى العلة، علة الحكم، وتقدم الكلام عليه، وتقدم أيضا أن تكلمنا عن مسالك العلة، وأن من مسالك العلة الاستنباط، وأن الاستنباط يدخل فيها الصبر والتقسيم والدوران وتلقيح المناط والوصف الشبهي وأيضا الوصف المناسب إلى آخره، نعم إلى آخره. فهذا
مجتهد بالنسبة لعلة الحكم، مجتهد بالنسبة لعلة الحكم، يعني من ينظر في علة الحكم ويقوم باستنباطها إذا لم يكن منصوصا عليها ولا مجمع عليها، يقوم باستنباطها. وذكرنا فيما تقدم طرق الاستنباط. القسم الرابع بالنظر إلى قدم المسائل، يعني مجتهد بالنظر إلى قدم المسائل. فهناك مسائل لا قول لأحد فيها من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها أو لا يجوز الاجتهاد فيها؟ مسائل لا قول لأحد من العلماء فيها، هل يجوز الاجتهاد فيها أو لا يجوز الاجتهاد فيها؟ هذا فيه قولان والصحيح جواز. مسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول فيجوز الاجتهاد، مسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول فيجوز الاجتهاد. أيضا القسم الخامس من جهة الوقوع، من جهة وقوع النازلة وعدم وقوعه، يعني مجتهد من جهة وقوع النازلة وعدم وقوع النازلة. فالاجتهاد في النوازل انقسم إلى قسمين، نوازل واقعة ونوازل لم تقع. أيضا القسم السادس، القسم السادس بالنظر إلى بذل الوسط، نعم بالنظر إلى بذل الوسط. فالمجتهد إذا بذل الوسط أو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بذل تام، بذل تام وهو أن يبذل وسعه في النازلة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد، أن يبذل وسعه في النازلة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد. بذل ناقص، يعني بذل ناقص لم يكن كذلك، يعني بذل ناقص لم يكن كذلك. أيضا يقسم الاجتهاد، نعم أيضا الاجتهاد يقسم بالنظر إلى صحته، اجتهاد صحيح وهو من توفر فيه شروطه، واجتهاد غير صحيح وهو الذي لم يتوفر فيه شروطه. حقيقة المؤلف في بعض الأدلة المختلف فيها ما ذكرها لكن نذكرها بالإجمال، نذكرها بالإجمال. من هذه الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا هذا ينقسم ثلاثة أقسام: أن يأتي شرعنا بموافقته، نعم يعني يأتي شرعنا بموافقته، فهذا شرع لنا لاتباع شرعنا. القسم الثاني أن يأتي شرعنا بمخالفته فهذا ليس شرعا لنا. القسم الثالث أن يسكت عنه، أن يسكت عنه شرعنا، وهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. والصحيح أنه شرع لنا لقول الله عز وجل فبهداه مقتدى، ولأن ذكر الله عز وجل لهذا الشرع لا يظهر منه فائدة أو لا يظهر منه كمال الفائدة إلا إذا قلنا بأنه شرع لنا. وإذ أيضا الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة، المصالح المرسلة، وهذه عند المالكية رحمه الله. والمصالح يقسمها العلماء رحمه الله ثلاثة أقسام: القسم الأول مصالح ورد الشرع باعتبارها هذه حجة، مصالح ورد الشرع باعتبارها هذه حجة. القسم الثاني مصالح ورد الشرع بإلغائها فهذه ليست حجة، هذه ليست حجة. القسم الثالث مصالح سكت مرسلة، لم يرد الشرع باعتبارها ولم يرد الشرع بإلغائها، فهذه عند الإمام مالك رحمه الله لأنها حجة، يعني عند الإمام مالك رحمه الله لأنها حجة. والرأي الثاني أنها ليست حجة، والصحيح أنها حجة بقيد لها قيود. أيضا من الأدلة المختلف فيها الاستحسان عند الحنفية، الاستحسان. والاستحسان هذا ينقسم إلى قسمين، الاستحسان هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تفرد بعض المسائل عن نظائرها بحكم خاص لدليل قوي على ذلك،
أن تفرد بعض المسائل عن نظائرها بحكم خاص لدليل قوي على ذلك. مثلا الجنين تقدم لك اختصاص، الجنين فيه ماذا؟ فيه دية، غرة، فيه غرة. الجنين هذا لم يتحقق حياته، حياته ليست متحققة، فإذا كان كذلك فليس فيه شك. لكن أفردت هذه المسألة عن بقية نظائرها بحكم لدليل قوي على الإفراد، هذا لا شك أنه حجة، هذا لا شك أنه حجة. القسم الثاني من أقسام الاستحسان هو أن يستحسن بعقله، نعم يستحسن بعقله، نعم يعني ينظر في عقله ويعمل رأيه في المسألة فقط، نعم. وهذا قال به أبو حنيفة وأنكره عليه، نعم أنكره عليه العلماء رحمه الله، لأن عقل الإنسان هذا ليس معصوم معرض الخطأ. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، نعم من استحسن فقد شرع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، ونسأله سبحانه وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم زدنا علما وتقى وورعا وخشية، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه.